احنا معانا على التليفون الفنان ابانوب غالي. صباح الخير عليك، اهلا بيك. صباح الخير عليكم. اهلا بيك. خلينا كده نعرف في البدايه سبب وسر اختيارك للتركيز على انك تتخصص في مجال النحت بالرمال، حاجه مش منتشره وحاجه صعبه. بالظبط كده، هي الفكره ان الموضوع مش منتشر غير بره مصر، يعني هو موجود في اوروبا اكتر. موضوع التركيز عليه ده هو موضوع تخصصي شويه. انت بتركزي على خامه معينه بتميزك وبتميز شغلك. تمام، بس انت جت ابتديت تركز فقط للتميز ولا حبيت النحت على الرمل، حبيت الملمس مثلا بتاع استخدام الرمال؟ يعني احكي لنا تفاصيل اكتر. بالاضافه طبعا لحبي للرمل اكتر طبعا. موضوع الرمل ده جميل جدا، وكخامه يعني هي تحببك في ان انت تنحتي. يعني ايه انحت على الرمله؟ يعني انا متخيله الرمله دي بتبقى سايبه كده، صح ولا انا متلخبطه؟ هو هي انحت عليها ازاي؟ يعني بيتخصص في ان انت ازاي تضغطي الرمل مع الميه. ازاي تعملي من الرمل ده عباره عن بلوك تبداي ان انت ترسمي وتنحتي عليه. ايوه، طب كلمنا، يعني ناس كتير ربما ممكن تقول ان هل ده ليه علاقه باللي بيتعمل على الشواطئ وبعد كده بفتره قصيره جدا من الزمن يعني بيتم ردمه او بيبوظ زي ما يعني خلينا نقول، يعني ايه اللي يضمن استمراريته؟ يعني ده سؤالي بالظبط ليك. هو الموضوع مختلف تماما عن الرمل اللي على البحر. هي الفكره كلها ان ده رمل، يعني رمل ما فيهوش املاح زي الرمل اللي على البحر. فده بيديه قوه وصلابه في الضغط. لما باجي اضغط الرمل اللي انا بنحت عليه ده بيديله قوه وصلابه، بيبقى عامل زي المبنى، مش اللي هو رمل على البحر مجرد شويه هواء او شويه ميه يوقعوه. لا، ده بيبقى الموضوع قوي جدا، وزي ما حضرتك شايف انا في تماثيل انا واقف عليها. وانا شايفه كمان الوان، يعني شايفه درجات من اللون. يمكن في بدايه الصور اللي كنا بنعرضها شايفه درجتين من اللون، ابيض واصفر. اصلا دخلت اللون ازاي؟ هل بصباغه مثلا؟ انا بستخدم نوعين مختلفين من الرمل، اصفر وابيض. تمام، وده اللي بيعمل الالوان اللي حضرتك شايفاها. طب وابرز الاعمال اللي اشتغلت عليها ايه وظهرت يعني بشكل لفت انتباه الجميع؟ هي اكتر حاجه الفرعوني. الشغل الفرعوني هو اكتر حاجه يعني برزت وخلت الناس يعني تتعلق مع الموضوع اكتر. يا بنوب، اللي انا شايفاه قدامي ده شايفه حاجات ما شاء الله، يعني كبيره جدا في الحجم، وده انت واقف على حاجه منهم. يعني ده معناها انها شديده. الحتشبسوت اللي واقف عليه ده في تماثيل، ما هو ده دليل ان قوه التمثال. ايوه، يعني ده دليل ان التمثال مش مجرد شويه رمل وخلاص، لا الموضوع قوي جدا. يعني تقدر بقى ينقل من مكان لمكان ولا هو بيبقى ثابت في مكانه وما بيتحركش؟ بيبقى ثابت في مكانه، لان ده احجام كبيره جدا، يعني 7 متر و6 متر فما ينفعش ان هو يتحرك من مكانه. ده بالاضافه ان هو بيتضغط في المكان بتاعه. يعني هو بيتضغط على هيئه بلوكات من غير اي تفاصيل. وبعدين ببدا ان انا ارسم وانحت عليه. ازاي بيتضغط؟ معلش فهمني القصه دي. ازاي بيتضغط؟ ان انا بجمع الرمل وبيتحط في صناديق خشبيه مع الميه، وببدا ان انا اضغطها. وبعدين ببتدي ان انا افك الصناديق دي وابدا ان انا تنحتها بعد كده. يعني بعد ما تضغطها بتبقى عامله زي البلوكات او عامله زي الطوب، يعني تبقى عامله زي كانها بلوك. تمام، بلوك مصمت زي بلوكات الرخام او الجرانيت. هل في حرفيه معينه في القصه، تركيبه كيميائيه معينه يعني بتتعمل؟ هي هي الحرفيه كلها في ازاي الضغط، كيفيه الضغط بتاعت الرمل. يعني ازاي ان انت بتعمل نسب ما بين الميه والرمل بحيث ان هو يبقى قوي بالشكل اللي حضرتك شايفه ده. أكيد في مسابقات مثلا ممكن يتعرض فيها الشغل. الموضوع ضعيف بيقع التمثال.
ايوه ابانوب في مسابقات ممكن يتعرض فيها الشغل، في معارض ممكن تتعمل تجمع لكل الناس اللي بتحب تنحت على الرمله؟ هو حاليا انا يعني لسه ما فيش حاجه معينه اتعملت، بس على ما اعتقد قدام يعني في المستقبل هيبقى في حاجات زي كده. اكيد اكيد. كل الشكر ليك نحات ابانوب غالي، شكرا جزيلا ليك وللفن المختلف اللي انت بتقدمه.